على طريق عصابة حمزة مومبيبي توصلت شوف تي في بتفاصيل جد خطيرة وصادمة حول ظهور مجموعة فيسبوكية نسائية تطلق على نفسها اسم خون تفضح. تورطت في التشهير بالعديد من الشباب القاطنين بمدينتي طنجة وتطوان، ووفق المعطيات الخاصة بهذه المجموعة النسائية التي تضم أكثر من 3000 فتاة، فإن فتيات قمن باستغلال خون تفضح من أجل نشر صور بعض الضحايا، من بينهم شباب متزوجون ينحدرون من طنجة وتطوان من أجل تعريضهم للتشهير والإشاعات الملفقة والكاذبة ونشر بعض الأسرار الشخصية. ومن جهته أكد أحد الضحايا وضعه لشكاية لدى وكيل الملك بطنجة معززة بالصور التي تؤكد تعرضه وآخرين للابتزاز والتشهير، ما تسبب في مشاكل أسرية لهم خاصة بالنسبة للمتزوجين.